منطقة حي العزل، اشتغلوا عندنا هنا بحي العزل، سووا مرحلتين، المرحلة الأولى كملوها لنا، كملت هسه المرحلة الأولى، حي العزل قسموه نصين. المرحلة الثانية عندنا الشراقية السابعة، احنا طالعين مظاهرات سلمية، نريد الشراقية السابعة كلها تكمل. الحالو المشروع، أنا اتصلت بمدير المشاريع سال علي ستار، اتصلت به قال تقريبا ثلاث أشهر قال راح نكمل، هسه جو يباشرون عندنا وعدوني يباشروا الشراقية السابعة ما باشروا، احنا هسه مظاهراتنا هاي سلمية ولا ما وفروا لنا الشراقية السابعة تكمل كلها، راح نطلع للمحافظة نسد المحافظة بالسلمية. المواطن علي فرج جزاكم الله الف خير، هاي عم احنا مظاهراتنا سلمية؟ سلمية. خدمية يا مو خدمية؟ خدمية. مجاري اكو، ماي خطين اكو، خدمات ماكو، هم على اساس ورا العزل يكملوننا. خلوا باعوا المشروع على غير منطقة وهذا الحكي ما مقبول، فإحنا سلمية ما عندنا كل إشكال، إذا هسه نفذونا العمل حياهم الله، ما نفذونا العمل ما ننسحب، باكر باب المحافظة لا يقول لي لا تقطع طريق، لا نسد الطريق، لا يقول لي لا تقطع. شبكة بالألبية كل خدمات ما بها هسه، ما عدا بس ماي مصدرنا شراب وغيره ماكو. لا تبليط لا مجاري وهي طابو زراعي مع العلم طابو زراعي حتى شوارع مفصله طابو صرف شوارع مالتها مفصله جاهزه بس يجون بدونها مجاري وتبليط وكل شيء ما يرد ما حد استجاب لنا ما حد استجاب لنا ولا واحد يسمع حكينا ما حد يسمع الحكي هسه احنا ما عندنا شيء لا عندنا شيء لا عندنا نريد نتعرف وين الامنيين وهذه ما عندنا شيء ناس سلميين مظاهره سلميه